الجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز كده عندهم. هذا ما حكينا، هذا حكينا، هذا اخر شيء حكينا عنه. ولا انه الجلايكوبروتينز في لهم ديفرنت فانكشنز، ممكن يشتغل از ترانسبورتر، از انزيم، از سيجنال ترانسدكشن، ممكن يشتغل بانترسيلر جوينينج عشان يربط لي السيلز ببعض، ممكن كمان فور سنسر ريكوجنيشن، وبرضه عشان يربط الاذر مولكيولز زي الجي اي جيز الجلوكوز امين جلايكانز الكولاجين، ممكن يربط لي الجلايكوبروتينز حكينا عنهم، انهم عباره عن فوسفاتيدال سيرين ورابط عليه شوجر يونتس وليجوساكرايد، ولهم وظيفه عاده ريكوجنيشن للخليه بيعرفوا عليها، ممكن يكون بالانر ممكن يكون بالاوتر. هلا بالانر ممبرين للفيزيكالز، بالاوتر ممبرين للخليه، بما انه بعرف عليها معناها لازم يكون وين؟ برا ولا جوا؟ بعرف عليها برا، اوكي؟ فهو يعمل بالاوتر ممبرين للسيل او بالانر ليفلت للاورجنالز الموجوده داخل الخليه. حكينا عنهم وظيفتهم، لهم وظائف متعدده ولكن مينلي اللي هي عمليه تعريف على الخليه، طبعا هو اللي بيميز الخليه، هاي خليه ليفر، هاي خليه سيل، بنكرياس، هاي بيتا سيلز، هاي الفا سيلز، هي البروتينات او الجلايكوبروتينز او الجلايكوبروتينز اللي عليها، بتعمل سورتنج للخلايا شو نوع الخليه وشو نوع الاورجن اللي هي موجوده فيه، وبرضه بالريجكشن للخلايا. ليش متاخر؟ عشان الباص، عشان الباص هم شوي شوي كل كان الجو هو بيجيش شوي شوي غير هون لما نيجي نصل الجابة، صح؟ من الجسر للجابة. طبعا والله انا ولا حب الدوام كله اليوم اصلا. كويس انه اجيني، كويس انه اجيني، كويس انكم اجيتوا. اذا ما عندك مشكله ومكانك مش بعيد ووضعك مش سيء، ليش ما تيجي؟ لا مكان بعيد بحكي لك، هي خلص ضلوا جاهدوا ان شاء الله خير، ربنا يسهل جهادكم ويأجركم عليه ان شاء الله، ان شاء الله. كل ايش شايفهم صار لك كيف؟ سلم على الشباب والله، قوم من عند الشباب، يلا اقعد قدام، تعال تعال، صاحب واجب، صاحب واجب عن جد. طيب زي ما قلنا في عنا عدة طرق إن نعرف فيها عن الخلية، زي ما قلنا هذه هي بعمل لي ريكوجنيشن بين سيلز، ممكن إني أعمل سورتنج هاي سيلز إن تيشوز أند أورجنز، يعني مثلا البنكرياتيك سيلز هاي البنكرياس، هاي هون في عندي بيتا سيلز، هاي في عندي ألفا سيلز، أوكي؟ اللي بيميز لي الأورجنز عن بعض ويميز لي الخلايا اللي داخل الأورجنز كمان عن بعض. ريجكشن لما خلايانا تكون اشي غريب بالنسبة للأذر سبيشيز، مثلا لنفرض انه احنا بدنا انسولين وانا ما في عندي انسولين غير فروم كاوز اور بيجز، هلا الانسولين تبعهم نفس الانسولين تبعنا؟ لا، في اختلاف بسيط بينهم، شغال شغال على نفس الريسبتورز تبعتنا ولكن في اختلاف بسيط بالبروتين، هل ممكن انه جسمي يرفضه؟ برفضه. ليه؟ جسم غريب، اشي انا دخلت اشي غريب، فهي نفس الاشي الريجكشن للفورين سيلز، لما انت بتزرع كدني بتزرع ليفر لشخص، هذا الشخص ممكن انه ما يتقبل، طبعا لازم يضلك عامل انهرشن الاميون سيستم تبعه حتى انه ما يصير ريجكشن للاورجن، ما يعمل له دمج ويؤدي لتلف هذا الاورجن. هاي كلياتها مين اللي بيعرف لي عليها؟ جلايكوليبيدز او جلايكوبروتينز. جلايكوليبيدز بيشتغلوا از سيرفيس ماركرز. طيب زي ما قلنا هم عادة بيكونوا عبارة عن أوليغوساكرايز، بيكونوا برانش سواء كان الجلايكوليبيد أو الجلايكوبروتين، بيكون كربوهيدرات موجود على الممبرين بيكون بهذا الشكل. الأوليغوساكرايز بيكون عادة على الجزء الخارجي، بيميز لي زي ما قلنا أورجان فروم أورجان، سيلز فروم سيلز، برضه سبيشيز فروم سبيشيز. هلا كيف ممكن أنا أعرف إنه هذا الاكل فيه مثلا دهن خنزير؟
مميز ولا ما مميز؟ كيف؟ بدك ماركر خلية اشي موجود بالبيكس مش موجود بالهيومن، تمام؟ التيشوز موجودة بالهيومن مش موجودة بالأذر سبيشيز، اوكي؟ معناها بقدر اميز اذا هذا في اشي بشري؟ بلا بقدر اميز طبعا طبعا بقدر اميز. فالماركرز اللي بتكون الجلايكوبروتينز الجلايكوليبيد ممكن انها تكون تشتغل از ماركرز ل تميز لي سبيشيز اوف فروم سبيشيز. هل هاي عباره عن لحوم عجل ولا لحمه شيء ثاني ولا فيها خنزير فيها هيومن فيها ممكن ممكن يكون في هيومن ممكن الصينيين بحللوا ولا بحرموا بس بياكلوا عادي اوكي ما عندهم يعني ممكن عارفين الاجنه هذول اللي بموتوا ممكن ياكلوهم عادي ف انك تلاقيه من ضمن اللحمة تبعتهم وضع اجنة بني ادم؟ اجنة البنود كبوهم يعني ايش بدك؟ والله ما مهم هكذا كبوهم يعني بياكلوا فيران بياكلوا كل شيء اذا خفاش ما تركوه بحاله يا ابن الحلال قعدونا سنتين بالبيت من وراهم طيب الله يسعدهم والله يقطع شرهم يقطعهم من الدنيا طيب نيجي للموفمنت ثرو ذا سيل طبعا اكروس ذا سيل في عندنا السيل ميمبرين عباره عن شيء لايبوفيليك ان نيتشر فما راح يمرق الا الاشياء اللي لايبوفيليك صح؟ لازم يكون فيها شويه بولاريتي عشان في عندي على السطح انستيرد ووتر لاير لازم يمرق منها لازم يكون في عنده شويه بولاريتي عشان يدوب اصلا اذا ما كان دايب ما بمرق اوكي لازم يكون ايه؟ سوليد فورم لازم يكون بالماركيول فورم اوكي اذا سوليد فورم ما بيمر نهائي طيب صار عندنا داب وهلا بدي يمر في عندي انا سيمبل باسيف ديفيوجن باسيف عاده هذا من هاي كونسنتريشن لا لو كونسنتريشن وفي عندي طريقتين للنقل اللي هي من خلال الممبرين نفسه او من خلال الايون شانل اللي هو الكارير اوكي من هاي للو من هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن طبعا السيمبل ديفيوجن اللي هو من خلال الممبرين نفسه عاده لنون بولر هيدروفوبيك سبستانسز هي اللي بتمرق من خلال الفوسفوليبيد ممبرين بهذه الطريقه من هاي تو لو كونسنتريشن ويز كونسنتريشن جريدينت بنسميها ويز كونسنتريشن جريدينت اوكي الفاسيليتيتد هيدا مين اللي بده كارير مين بده بروتين يشيله ويفوته مش كبير بولر البولر كيف هذا بده يعدي من الممبرين كيف بده يمرق؟ ما بيمرق اوكي؟ نو واي يمرق اصلا فيري هايدروفيليك كيف هذا بده يعمل انتر اكشن مع الممبرين ويدخل؟ ما بيدخل فالخيار انه من خلال كارير من خلال كارير وهذا كمان مره من هاي كونسنتريشن لانه كونسنتريشن از فيري امبورتنت تكونوا عارفين هاي الاشياء لانه عشان انا ادخل الجلوكوز من الدم لجوا الخلايا شو بدي؟ بدي فاسيليتيتد اوكي بدي فاسيليتيتد هلا في عندنا بعض الاورجنز ممكن يكون اكتف ترانسبورت اللي هو النوع الثاني اللي هي عباره عن ايش؟ هاي عباره عن كارير اشي بيرتبط الجلوكوز على سطحها من هون بغير الكونفورميشن تبعها بيفتح لي اياها من الجهه الثانيه بفوت اوكي؟ الاكتف ترانسبورت لا مش بربيش انا فوتته او مرقت منه لا هذا عباره عن بامب اوكي انا عشان انزل من فوق لتحت بكفيني تيوب عشان يمرق لي المي ينزل لي لتحت بس عشان اطلعها لفوق بدي باور بدي بامب اوكي بدي بامب فبدي طاقه كمان بدي كهرباء فهون الاي تي بي بحتاجها بنقل من لو لهاي من لو لهاي اوكي من تحت لفوق من low concentration to high concentration against the concentration gradient هاي اللي هم ال passive transport passive diffusion أو simple diffusion وفي عندنا facilitated اثنين من high concentration ل low concentration ولكن واحد directly through the membrane والثاني through the carrier هاي طيب النوع الثاني هو active transport زي ما قلنا هو عبارة عن pump وقلنا ATP من لو لهاي قسمه ومش كثير الاشياء
الاشياء اللي بتنقل لي الجلوكوز بهاي الطريقه. منها الانتستين، هي انتستين منها ولا مش منها؟ انتستين كانت بتنقل اكتف ولا باسيف؟ باسيف. جلوكوز والجلاكتوز كانوا اكتف ترانسبورت، بينما الفريكتوز كان باسيف. اوكي، فريكتوز باسيف. طيب في عنا كمان الاندو اللي هو الاندوسايتوسيس، ممكن يكون فاجوسايتوسيس او بينوسايتوسيس. اندوسايتوسيس او اكسوسايتوسيس اللي هو عباره عن انجلفمنت اوف مولكيولز، اذا كانت المولكيول سوليد نسميها فاجو بلعتها بلع، واذا كانت ليكويد بتكون بينوسايتوسيس ثرو ذا ميمبرين، ممكن انه يعملها انجلفمنت، يدخلها عن طريق عملية البلع. إذا كان مولكيول عندنا كبير كتير هذا بيساعد إنه يدخله كبير وقوي، ما بمر بسهولة، لازم يكون عندنا عملية فاجوسايتوسيس. أوكي، الإكسوسايتوسيس العكس اللي أطلعها لبرا الخلية، إندو عم بدخلها لجوا والإكسو عم بطلعها لبرا. هلا الديفيوجن أوف ووتر، إحنا عادة لما يكون في عندي سكر الباب بس لاش صوت ما يوصل لاخر الدنيا. قد اذا حدا مداوم؟ في حدا غيرنا مداوم؟ مش عارف ايش الفساد اللي بالبلد، ليش هيك؟ هلا الطلاب الغايبين كلهم عندهم مشاكل تنفسيه مثلا؟ ثلاث ارباعهم حتى اللي ما عندهم ترى يعني. حتى اللي ما عنده ايش؟ كان مهدد بالحرمان. مهدد بالحرمان؟ لو هدد بالحرمان بيجي. ما بقولك اللي اجى. لو جايين مهددين بالحرمان. مش سألها المحاضرة مهمة. لا المحاضرة مهمة. طيب. عبدالله دائما في خيارته. المحاضرة. بعرف عبدالله من الشباب اللي ما شاء الله عنهم محترمين. بداوم عشان المحاضرة مش عشان. نعم. diffusion of water كمان مرة من high concentration of water to low concentration of water، يعني من low concentration of solute to high concentration of solute، من hypotonic to hypertonic. okay، تعرف شو يعني hypo hypertonic؟ بالضبط. هذا بفوت علينا غبره ولا ما بفوت؟ ايش شغلتكم؟ احنا مش مفلتر ولا نفتح شبابيك ولا الهواء مفلتر ولا مش مفلتر؟ ما بعرفش يعني. طيب من هايبوتونيك لهايبرتونيك، وعادة لما بتمشي عندنا صوديوم، يعني الصوديوم كلورايد لما كان يدخل شو كان يلحقه دائما؟ ووتر. لما الجلوكوز يدخل على الخليه شو بيلحقه؟ ووتر. لما يكون الواحد عنده هايبر جلايسيميا، كميات كبيرة من السكر تفوت على الخلية، مين راح يلحقه؟ ووتر. شو راح يعمل بالخلية؟ راح يفجرها، راح يخربها. عشان هيك مرضى السكري اللي uncontrolled diabetes ما بيسيطر عليه، بياكل بيخبص بالاكل، شو النتائج بتكون؟ بنعمى وكلى اوكي واعصاب والقدم السكرية، ويعني مليون شغلة كلها مضاعفاتها بسبب انه الاوزموتيك اكتيفيتي للجلوكوز. وشفتوا الترانسبورترز اللي كنا نحكي عنهم، هدول الاورجنز اللي ذكرتهم قبل شوي، هدول عندهم فاسيليتيتد ديفيوجن، يعني كارير ايش بنقول؟ من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. ما له دخل بالانسولين، ما له دخل انسولين موجود او مش موجود، حتى اني ادخله او ما ادخله. لا كونسنتريشن عالي بفوت كثير، لا كونسنتريشن قليل بفوت شوي، خلص هاي هي اللي عندي. اوكي؟ فعشان هيك المضاعفات ممكن انها تكون كبيرة سيئة. طيب نيجي لعملية الفاجوسايتوسيس، بتنطبق على اللي هو ال LDL، إذا متذكرين لما حكينا عن الميتابوليزم للليبيدز، حكينا إنه بيدخل للليفر والليفر بيحول إياها لـ VLDL، وبعدين بيعملها سكريشن للدم. وبالدم it will circulate، وبلش الجسم يستهلك الترايجلسرايدز اللي فيها، بيستعملها كمصدر للطاقة فاتي اسيدز. هلا ال VLDL بتبلش تتحول
ولا LDL؟ كمية الترايجلسرايدز اللي فيها أقل شوي. LDL في لها ريسبتورز على الهيباتوسايتس بالليفر سيلز، في عندها ريسبتور ترتبط على الريسبتورز تبعها، بعدين بصير لها فاجوسايتوسيس ببلعها لداخل الجسم. ياخذ LDL وبيخلي الريسبتور، الريسبتور بيرجع بيعملهم ريسايكلينج وبرجعهم على سطح الخلية، بينما ال LDL اللي هو عبارة عن ايبولايبوبروتين، عبارة عن كوليسترول، عبارة عن ترايجلسرايدز، يعني في نسبة منيحة كوليسترول، أنا هلأ بحاجة للكوليسترول عشان أصنع بايسولز، عشان أصنع سكس هرمونز أو استيرويد هرمونز إن جنرال، وكمان عشان إيش؟ إحنا قلنا إنه عبارة عن زي بفر بالسيل ممبرين، كمان عشان أعمل يعني موديوليشن للكونسنتريشن كوليسترول إن سيل ممبرين، أوكي؟ هاي كلياتها وظائف للكوليسترول بالجسم. بالليفر عندنا شو بيعمل؟ رح يصنع من هذا الكوليسترول باي سولز. هلا نجيب له شغله انه انا دخلت اول شيء لازم يرتبط على الريسبتور، بعدين بدخله لجوا وببلش استهلكه. اذا كان عندي عدد الريسبتورز لهذا الشخص قليله بطريقه وراثيه، اوكي، يعني ليش تكون عند هذا قليل وهذا كثير؟ وراثي، اوكي. شو معناها؟ رح يصير عنده كوليسترول عالي، ال دي ال رح يكون عنده عالي، تمام؟ نشوفوا كيف الخلل مرات خلل بأشياء بسيطة. إذا ال دي ال ارتفع شو النتيجة؟ بلش يترسب على انتي اوف بلاد فيزلز، اوكي؟ والنتيجة ببلش يكون فورم سيلز، ببلش يجمع الأشياء وبشكل زي سطح خشن، ممكن إنه البليتلتس تجمع عليه وتعمل بلاد كلوت. اوكي، ممكن هتعمل بلاد كلوتينج، ممكن انه يتجمع ويترسب عليه ويعمل جلطات عند هذول الاشخاص. نبدا بالجلايكوليسيس. الجلوكوز ميتابوليزم، وقلنا ان الجلوكوز ميتابوليزم هو الاساس لكل الاذر ميتابوليك باثويز اللي رح نحكي عنها. يعني لما بنشرح احنا جلايكوليسيس، كريب سايكل او تي سي اي تريكربوكسيليك اسيد سايكل او سيتريك اسيد سايكل، لما بنشرح الجلوكونيجينسيس، هدول الثلاثه بيعتمدوا او يعني هدولهم الاساس، هدول الاساس. بعد هيك لما انا بدي افسر دايسكرايز او ابنيهم، لما بدي اكسر جلاكتوز، بدي اكسر فركتوز، مانوز، كيف الميتابوليزم كلياته برجع للجلوكوز ميتابوليزم، اوكي، كله برجع له. لما بحكي عن البروتين ميتابوليزم، البروتين كل الاشياء اللي بحول فيها الامينو اسيدز لا الفا كيتو اسيدز، نرجع مره ثانيه للتي سي اي والجلايكوليسيس اذا كان انترميديت بين هدول ولا مش انترميديت، اوكي. الليبيد ميتابوليزم بينتهي الامر فيهم لاستيلكو اي، والاستيلكو اي بيدخل كريبس سايكل، فنرجع مره ثانيه كريبس سايكل، واضح؟ فالعمليه كلها زي ما قلنا اللي بالاخر كلياتها معتمد على اللي بالاول، وحتى هلا عمليات الميتابوليزم اللي بنحكيها معتمده على اللي اخذناه سابقا. واذا تذكرين او درستوا الانزيمز، درستوها ولا لا بالامتحان؟ بتعرفوا شو يعني كي ام؟ شو يعني كي ام؟ شو بتعكس؟ إذا كي ام قليلة شو معناها؟ افينيتي عالية، وإذا كانت الكي ام عالية افينيتي قليلة. طب الفي ماكس شو هي؟ أقصى سرعة للتفاعل، أقصى سرعة للتفاعل، إذا كانت عالية شو معناها؟ معناتها افينيتي عالية، معناتها الإنزيم ايش؟ نشط شعلة هيك
ولع اوكي. واذا في دي نفس تبعته قليله بطيء الانزيم هذا على مهله. مهله يعني الف مره عن العادي، مش انه مهله كثير اوكي، بس ممكن يكون مليون عن العادي، ممكن يكون 100 مليون عن العادي. ففي دي نفس اللي بتحدد اوكي. خلوها ببالكم هاي، لانه هلا رح نحكي عن واحد من الانزيم زي بالميتابوليك باثويز. في عندنا احنا كاتابوليزم وانابوليزم. اي شيء رح نحكي عنه رح نحكي عن الاثنين. يعني انا ما بقول انا كيف بكسر اللاكتوز، وكمان كيف بصنع لاكتوز عندي بالجسم. اوكي، وين بنصنع اللاكتوز؟ احنا بنصنع لاكتوز لا صح، حليب الام فيهوش لاكتوز، مش سكر الحليب هو. طيب حليب الام فيه لاكتوز ولا ما فيه؟ فيه. معناته لما بحكي عن عمليه تكسيره كمان عم بحكي عن بناءه بالمامري جلاندز اوف لاكتيتنج مدر. تمام. فاي مكان نحكي فيه عن كاتابوليزم لازم نرجع فيه كمان للانابوليزم. جلايكوجين كيف ببنيه، كيف بصنعه، كيف بكسره، كله كنا نشرح باثنين، انابوليزم وكاتابوليزم. كاتابوليزم شو هو؟ هدف. طبعا ميتابوليزم بعمليات الايض، الكاتابوليزم اللي هو عمليات الهدم، يعني مولكيولز كبيرة شو عم بعمل فيها أنا؟ أنا بصنع منها أبسط المولكيول CO2 NH3 and water بالإضافة لل ATP، طلعت منها ATP. تمام؟ الأنابوليزم طبعا هاي بنسميها اللي هي convergent process convergent. الأنابوليزم بالعكس أنا شو بعمل؟ مولكيولز صغيرة عم ببني منها ماكرو مولكيولز، مولكيولز كبيرة عم نبدأ بالنيوكليوتيدز وريبوز شوجر، بننتهي ب ATP، بننتهي بالنيوكليك أسيد كي دي إن إيه أو آر إن إيه، عم نبدأ بأمينو أسيدز وعم ننتهي بروتينز، ببدأ بشوجر يونتس بنتهي بجلايكوجين أو ستارت أو بوليسكرايد بشكل عام، ليبيدز عم نبدأ بأشياء بسيطة فاتي أسيدز وبننتهي بترايجلسرايدز، ممكن نبدا باستيل كو اي اسيتو اسيتيت وننتهي بكوليسترول. فاحنا عم نبدا بشيء بسيط عم ننتهي بمولكيول كثير كبير. هاي اللي عمليات الكاتابوليزم والانابوليزم زي ما قلنا. طبعا منهم كلهم البوليسكرايدز والليبيدز عم ينتهي الامر ل سي او 2 ووتر واي تي بي. طيب هاي زيد عليها بالاي تي بي وسي او 2 كمان الH3 لأنه فيها أمونيا، كي فيها نيتروجين. ذكرين الأمينو أسيدز؟ فالأمينو جروب تتحول لأمونيا. فها هي البرودكتس الناتجة اللي هي البرودكتس البسيطة اللي ممكنها تنتج من عمليات البناء أو الحفظ. طيب نبدأ بريجيليشن للميتابوليزم. طبعا قبل ما نبدأ بالميتابوليزم كله أنا ما بصير في عندي عملية بناء وعملية تكسير هدم at the same time. either أنابوليزم أو كاتابوليزم، أنا يا بصنع البروتين يا بكسر البروتين. أما إني أصنع وأكسر at the same time، كيف ممكن أنت تهد وتبني العمارة بنفس الوقت؟ مزبوطش. تمام؟ يا بهدل يا بهدل. فلازم يكون في العملية كلها regulated. أول إشي اللي هو signaling from the within the cell. في عندي أكثر من فاكتور داخل الخلية نفسها، يعني إشي intracellular. إذا عندي مثلاً الجلوكوز موجود، شو رأيكم؟ أشغل الجلايكوليسيز ولا الجلوكونيجينيسيز؟ كسر الجلوكوز ولا صنع الجلوكوز؟ الجلوكوز عندي كثير. كسره. طيب الجلوكوز عندي كثير، أصنع جلايكوجين ولا كسر الجلايكوجين؟ صنع الجلايكوجين، بخزنه، ليش؟ أوكي؟ فهمتوا كيف الفكرة؟ فشو اللي بدي أعمل له ريجيليشن لهي العمليات؟ في أكثر من اول اشي ليش هاي معطلة وهاي شغالة؟ طب هم كل الانزيمز موجودة هذا سيم تايم بالخلية صح ولا لا؟ معناته في فاكتورز هي اللي بتلعب دور. اول اشي الافيلابيلتي اوف ذا سبستريت، يعني في عندي سبستريت للجلوكوكاينيز ولا ما عندي؟ بيشتغل الجلوكوكاينيز، ما عندي سبستريت بيشتغل. تمام؟ في عندنا البرودكت انهيبيشنز، البرودكت كميته كثير كبيرة ما بيشتغل، اوكي؟ الانزيم ليش بده يروح يصنع لي او يستهلك لي هذا البرودكت ويصنع البرودكت اذا البرودكت كثير؟ تمام؟ فالبرودكت ممكن يكون عامل فيدباك انهيبيشن على الانزيم الاولاني. في عندنا كمان تغيرات بالالوستريك اكتيفيترز، رح تشوفوا انه مثلا الاي ام بي الاي تي بي هاي عباره عن الوستريك اكتيفيترز اور انهيبيترز فور ديفرنت
pathways of metabolism. زي مثلا اذا طاقة الخلية عالية شو رايكم؟ كسر جلوكوز مستحيل. اي تي بي عندي كتير كسر جلوكوز مش داعي صح؟ طب اذا الاي ام بي عندي عالي شو يعني اي ام بي عالي؟ كسر جلوكوز اي ام بي يعني انا مكسر الاي تي بي اللي عندي اكثرها صح؟ اغلبها يعني كميتها كتير قليلة اللي ضلت شو معناها طاقة الخلية؟ قليلة قليلة معناته أنا بدي أبلش عمليات ميتابوليزم عشان بصنع اي تي بي للخلية. فهاي انترسيلولار إشي داخل الخلية وإفكتورز موجودة جوا الخلية اللي بتتحكم بريجيليشن لهدول الديفرنت باثوز. نبدأ بالثاني الكوميونيكيشن بين سيلز اللي هي الانترسيلولار. هلا ارتفاع هرمون أو انخفاضه النيورو ترانسميتر على السيل جونكشن تعرفوا مرات بكون في عندي انا اللي هو الجاب جونكشن بين سيلز هذا ممكن يكون في نيورو ترانسميتر عم ينفرز ممكن يكون دايركت كونتاكت بين سيلز يعني تنتين هذول مرتبطين جنب بعض وبالتالي السيجنال عم تنتقل من وان سيل تو انذر حسب كهرباء كيميائي اور يا ممكن يكون هيك هاي كلياتها انترسيلولار بين سيلز الهرمونات هلا نحكي عن واحد من الهرمونات وفي عنا اللي هو نيورو ترانسميترز وفي عنا كمان السيرفيس تو سيرفيس كونتاكت هاي كلياتها بتلعب دور ب السيجنال في عنا كمان السكند مسنجر اند ذس از فيري امبورتانت في عندي تو ديفرنت سيستمز موجودين عندي بالجسم الاول اللي هو الكالسيوم فوسفات الانوسيتول سيستم هذا رح ناخده لما ناخد الليبيدز لأنه هناك بفيدني هناك بهمني بينما الأدنيسايكليز سيستم هذا رح ناخده هلا لأنه كل عمليات الميتابوليزم اللي رح نحكي عنها عليه جلوكاجون إنسولين هذا رح تسمعوه كتير أوكي لما يكون عنده الواحد الإنسولين هو اللي شغال شو معناته ماكل ولا مش ماكل إنسولين أنا إيه كيف أفرز الإنسولين السنين اللي عندنا نفرز ولما نكون جوعانين تتخيل واحد الجلوكوز عنده منخفض واعطيته انسولين تقضي عليه بس نكون ماكلين معناته امتى بنفرز الانسولين؟ بعد الاكل بعد الاكل اوكي وانا ماكله انسولين هو اللي شغال طب وانا جوعانه وانا صايمه جلوكاجون هو اللي شغال جلوكاجون هلا لما واحد بنخفض عنده السكر وغير غير شو الحلو دكتور لا ما يسكر احتروا يسكر جماعه غير يشرب ويموت ولا ايش تعطيه اللي هي ابريت جلوكاجون مش ابريت الحياه جلوكاجون اسمه طبعا اذا غير وصل مرحله انه غير اذا لحقتوه بسكر لحقتوه ما لحقتوه فقد وعيه على طول طوارئ على المستشفى عندي الجلوكاجون ما بتلاقوها اصلا بالصيدليات موجوده بس بالطوارئ تبعت المستشفيات بيعطوه جلوكاجون انجكشن المفروض انه يتحسن بس طيب هاي اللي احنا بنحكي عنهم اللي هو نيورو ترانسميتر لما يكون عندنا اللي هو سينابتيك جنكشن جاب جنكشن وكون في عندنا سكريشن نيورو ترانسميتر فروم ون نيورو تو انذر اور فروم نيورو تو مسل سيلز المهم انه في عنا سيجنال عم تنتقل من وان سيل تو انذر ممكن يكون هرمون الهرمون اللي هو ينفرز فروم وان سيل ات ويل بي ترانسبورتد باي بلاد اند اد وان انذر زي ايش؟ انسولين بينفرز من البيتا سيلز بالبنكرياس بروح بالدم وبوصل للمسلز والأديبوس تيشو وهناك ببلش الاكشن تبعه عليه وفي عنا اللي هو سيرفيس تو سيرفيس كونتاكت اللي هو دايركت كونتاكت حكينا عنه قلنا انه هذا من السيجنال من وان سيل تو نيبرينج سيلز للنيبرينج سيلز اللي بتكون جوا طيب نبدا بالادنيسايكليز وركزوا معي كثير منيح لانه مش رح نعيد نزيد فيه كثير طبعا هذا بنسميه هذا الريسبتر عبارة عن ريسبتر من سبعة
synthase, the green of the two enzymes,
اثنين هو دول الانزيم. هذا اللي بصنع الجلايكوجين وهذا اللي بيكسر الجلايكوجين. هلا لما بيشتغل عندنا هذا رح يعمل لنا فوسفوريشن وهذا كمان رح يعمل لنا فوسفوريشن. كل عن فوسفوريشن ولكن الجلوكاجون انت انا بنفرز عندنا عندي الجسم انت بنفرز بكون جوعان ولا ماكل؟ لا جوع انا بكون صايم. اوكي انا لما اكون صايم بدي اصنع جلوكوجين ولا كسر؟ كسر. جلوكوز يا جماعة صايم معيش جلوكوز مو وين اصلا؟ مش لازم يكون سبستريت موجود معناها؟ ديكستر معناها فوسفوريشن بيعمل لها اكتيفيشن ولها تمام؟ ما بعد اصنع جلوكوجين بس هذا اللي هو التجربة لما الجلوكوز مو موجود تمام؟ خلصنا الجلوكوز انا يعني شو صار عندي؟ الجلوكاجون بوقف والانسولين هلا بيشتغل. الانسولين بروح بيعمل اكتيفيشن لبروتين فوسفاتيز انزيم. بروتين فوسفاتيز شو بيعمل؟ بيكسر الفوسفات عند الاثنين. شو بيعمل؟ هلا هذا كان اكتف بصير؟ انكتف وهذا كان انكتف بصير؟ انكتف. اوكي بدل ما بصير بدل ما اصنع الجلوكاجون ولا لا؟ تمام؟ اما لهم التو باك ويز بيشتغلوا على السيم فاهم؟ ماشي. طب السايكليك اي بي خلصت السيجنال. خلصنا السايكليك اي بي شو بده يصير فيه؟ سايكليك اي بي سايكليك اي بي بتكسر ل اي ام بي بانزيم اسمه فوسفو سيتروينكا لاي ستيز أو صار BBE. اوكي شو بعمل؟ فصل ده استرس خلص قصت السيجنال انتهى الجلوكاجون كان رابط في عن الريسبتور نقص الكونسنتريشن له هلا ساكن الاي ام بي جوا الخليه بتكسر الفصل ده استرس لا اي ام بي لا اي ام بي ما له نفس الاكشن خلاص انتهى الاكشن تبعه زي ما قلنا الانسولين الفرز رح يعمل للفوسفو للفوسفاتيز انزيم بروتين فوسفاتيز بيعمل له اكتيفيشن بيعمل ديفوسفوريشن البروتين بشيل الفوسفات عن البروتين وبالتالي اللي كان انعكس بصير اكتف واللي كان عكس بصير انعكس تمام؟ ارتبط مع الاي تي بي صح؟ ارتبط؟ اول شيء كيف بيصير سي ام بي؟ قبل ما يصير C A M P هلا A T B مشتقة فيها أو نعم هاد آخر واحدة هي هاد A T B حول لصاقي M طب هلا بعد ما سحبنا من الفوسفات وطلع فاير فوسفات من الفوسفات كله أوكي هلا هذا صاقي M P ونعمل الشحن كله هو اللي ارتبط على البلاك الدومين A T B ويتحول تحول من إلى أوكي سايكليك ام بي رح يتحول لاي ام تمام؟ فانا عم بستهلك بالاي تي بي وعم بصنع مور اي ام بي. طيب نيجي هلا لعمليه الترانسبورتيشن which is also important. هلا شو اهميه هالترانسبورتيشن؟ انا بحاجه لنقلها باي اكتف ترانسبورت اور فاسيليتيتد ترانسبورت اللي حكينا عنه قبل شوي ولا انه حسب الخليه بيتم عندنا عملية الترانسبورتيشن بكل نوع الترانسبورتيشن الموجود حسب الخلية. طيب هلا في عنا الفاسيليتيتد ترانسبورترز عندي جلوت بنسميهم جلوت جلوكوز ترانسبورتر 14 نوع اوكي مش كل الخلايا عندهم نفس النوعية من الترانسبورترز في عنا النيورونز مثلا جلوت 3 مذكرين الفريكتوز كان جلوت 5 في عنا جلوت 1 هذا الانثروسايتس والبرين نسبته قليله جدا من المصل المصل والاديبوز بتحطوا 1000 خط تحتها مين جلوت 4 يعني جلوت 4 ليش لانه انا عندي الاديبوز تشو والسكيليتال مصلز هذول اكثر حجما بالجسم كله اوكي
اني انا اقدر ادخل الجلوكوز لهاي الاورجانز اشي كتير مهم. لما ما يكون عندي انسولين هدول مش شغالين. مش شغلتين، اول اشي الانسولين ضروري عشان يفتح لي اياهم، والشغله الثانيه الانسولين ضروري عشان يصنع لي اياهم. فلما انا بفرز انسولين شو بصير عندنا؟ عدد الجلوك 4 بيزيد، وكمان الانسولين هو اللي بيساعد الجلوكوز انه يدخل للمسلز. بدون الانسولين ما بتخزن الجلوكوز بالعضلات والدهون؟ ما بتدخل على العضلات والدهون، الجلوكوز ما بتخزن بالعضلات ولا بتخزن بالدهون، بتخزن بالعضلات كميات بسيطة بس الاديبوس شو لا بس بتستهلكه كمصدر للطاقة. بس ما بيدخل. هيك ما حيدخل، إذا فيش انسولين ما حيدخل. فوين راح يضله؟ احنا قلنا هاي اكبر اورجان، اكبر اورجان، وين راح يضل؟ بالدم. اوكي؟ والاديبوس شو لما ما وصلها جلوكوز شو راح تعمل؟ بلش تكسر بالفات. سمعتوا عن مريض سكري لما صار نوع السكري نحف؟ لك نزل بيجي 20 كيلو ولا 15 كيلو. اوكي؟ فهاي لانه اصلا الاديبوس شو بطلت تاخذ جلوكوز، مش عم يدخل لها الجلوكوز، الجلوكوز برا معبى، ولكن الخلايا في عندها شح. عارف كيف انه عندك مخازن برا معبيه بس الباب مسكر وانت جوا ميت من الجوع؟ هيك الخلايا ميت من الجوع بس السكر مليان برا. واضح؟ ما في انسولين، لانه ما فيش انسولين، والجلوك 4 هي اللي عامله كل الشغل. طبعا هي اللي متحكمه بكميات الجلوكوز اللي بتدخل او ما بتدخل. طيب نيجي للجلوك 2، جلوك 2 كمان مهمه جدا. الجلوك 2 ذاكرينها ولا لا؟ وين؟ احنا اخذنا شي ليفر؟ وين؟ اخذنا انتستينال ابزوربشن لا؟ الجلوكوز والفريكتوز والجلاكتوز، وقلنا انه عشان يصير في عندنا ابزوربشن للجلوكوز، الجلوكوز كان في عندنا هون اكتف ترانسبورت، بس عشان توصل للدم شو كان عندنا هون؟ جلوك 2. شو قلنا عنها؟ تنقل اتجاهين، ذكرين؟ ايش؟ هلا انا توني ماكله شو بكون؟ الجلوكوز داخل للانتيروسايز، داخل للخلايا، لما انا مش ماكله تموت من الجوع الخلايا؟ لا، الترانسبورتر هاي الجلوك 2 ممكن احدخلها من السيركوليشن جلوكوز، اوكي؟ فبتنقل بالاتجاهين، اوت اند ان انسايد ذا سيل. فالجلوك 2 عم تنقل باتجاهين، الليفر لما انا بكون ماكل هلا والجلوكوز عندي بلنتي اوف جلوكوز بدي ادخله للليفر عشان يستهلكه كمصدر للطاقه عشان اخزنه على شكل جلايكوجين. لما الليفر يصنع لي جلوكوز لما نكون جوعانين، الليفر بيصنع لي جلوكوز عشان عندي الار بي سيز والبرين معتمدين تماما على الجلوكوز ميتابوليزم خلال فتره الجوع، لانه البرين ما بيقدر يستخدم الفاتي اسيدز، والار بي سيز كمان ما بتقدر تستخدم لانه اصلا ما عندها وقت تكمل. تمام؟ هلا هاي كيف بدي اطلعه؟ لازم يكون عندي ترانسبورتر ان بوث سايدز، اوكي؟ باتجاهين باي دايركشن، باتجاه لجوا ولا فالليفر من الاشياء، البنكرياس كمان، الكدني اصلا جلوكوليجينيك كمان بقدر اصنع جلوكوز من بالكدني. فهذول كلهم لازم يكون فيهم جلوك، فرزوهم لانهم مهمين. جلوك 5 فرقت معنا، هاي الفريكتوز بنتقل من خلال جلوك 5 بالسمول انتستين وكمان بالتستس. جلوك 7 هاي كمان مهمه، انا عندي الجلوكوز اول ما يدخل على الخليه بدخل من خلال جلوك 2 على الليفر بتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. هلا الانزيم اللي بيكسر الجلوكوز 6 فوسفيت اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم، صعب انه يكون متواجد ات ذا سيم بليس، يعني اذا هذاك بالسيتوسول اللي الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز اللي بيعمل فوسفوريليشن، الفوسفاتيز انزيم ما بصير يكون بنفس المكان. اوكي؟ فمن حكمة ربنا انه موجود بالاندوبلازميك ريتيكولم مربوط على الممبرين بروجيكتينج تو انسايد، يعني الاكتف سايت تبعه جوا.
فشو بعمل؟ في عندي اول شيء ترانسلوكيز انزيم، لما انا بدي اطلع جلوكوز من الليفر سيلز لبرا الجلوكوز 6 فوسفيت بدخل على الاندوبلازميك ريتيكولم من خلال انزيم اسمه ترانسلوكيز انزيم، بعدين هناك الفوسفاتيز بكسر الفوسفيت بحول اياه لجلوكوز مره ثانيه. شو بدي يرجع لي الجلوكوز لبرا من خلال الميمبرين للاندوبلازميك ريتيكولم؟ بدي كلوت 7. يس، في عندي ترانسبورتر متخصص هذا هو البلوت 7، وبعد هيك بروح للسيتوسول جلوكوز والجلوكوز بيطلع لي اياه بلوت 2 لبن بالليفر. اوكي، حكينا احنا عن الكونفورميشن ستيتس للبلوت عددهم حكينا. النوع الثاني اللي هو الصوديوم مونو ساكرايد كو ترانسبورتر سيستم، وهذا مرق معنا لما حكينا عن الانتستين. اوكي، لما حكينا عن الانتستين قلنا الامتصاص للجلوكوز والجلاكتوز بتخل من خلال صوديوم ديبندنت ترانسبورتر، طبعا هي عباره عن بامبس وبتشتغل ب اي تي بي، بدها اي تي بي عشان تشتغل. تمام، ما بتنقل لي الا ب اي تي بي. طيب وين موجودين انتستين؟ واحده منهم كدني، مش احنا بنفلتر كل شيء وبنرجع نعمل ري ابزوربشن للجلوكوز؟ ما عندي الجلوكوز، ما بروح باليورين الا اذا المريض عنده سكري، يعني كميه الجلوكوز هائله. انا عندي البام لها قدره معينه. اوكي، عارفين كيف لما يكون عندك البير في 10 لتر مي او بلاش عندك مترين مي بالبير، ترفعهم للخزان، ترفع خزانك فوق مترين، طب اذا عندي 10 متر تحت بضل زياده، برفع مترين بعدين بكبي خلص 8 متر خلص بضل بالبير. تمام، عندي هون نفس الطريقه، انا بالكلى عندي قدره معينه لهي الباب، فهي بترجع لي لحد 180 ملي جرام بير ديسيلتر. اي شيء زياده عن هذا المقدار شو بصير له؟ بيطلع باليوم. كان هيك بتلاقي عندها في سكر بالرينا كيوز، وفي عندنا كمان الكورونيكس. نبدا بالجلايكوليسيس، كل عمليه كل باث واي رح نحكي عنه من هون وطالع لازم تعرف باي اورجانس وباي جزء من الخليه بصير. اوكي، هلا الجلايكوليسيس بيتم عندنا بكل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم ويل هاف جلايكوليسيس، تقدر تكسر الجلوكوز. بتم عندنا بالسيتوسول، هاي مهمة لأنه في بعض الأشياء رح تتم بالميتوكوندريا. أوكي، فإذا ما عندها الخلية ميتوكوندريا معناها ما بتقدر تسوي هاي العملية. واضح؟ يعني كريب سايكل مثلا بالميتوكوندريا، اللي ما عندها ميتوكوندريا الـ RBCs ما بتقدر تعمل هاي البروسيس، ما في عندها TCA، شو عندها؟ بس جلايكوليسيز، ولازم تتصرف فيه بطريقة ثانية. فهاي اول شيء، في عندنا طبعا نوعين من الاكسديشن للجلوكوز، عندنا الايروبيك وعندنا الانيروبيك. الايروبيك اللي هو بيستهلك الاكسجين وبتحول عندي الجلوكوز من 6 كربونات ل 3 كربونات اللي هو البايروفيت. بايروفيت الانيروبيك، الانيروبيك البايروفيت برجع بتحول للاكتيك اسيد، لاكتيك برضه 3 كربونات بس، اللي هي الفرق عمليه اللي هي اكسديشن ريدكشن بنحكي عنه لما بنحوله. طبعا ريدكشن من بايروفيت للاكتيت من سي دبل بوند او لا او اتش. زي ما قلنا اللي ما بيقدروا انهم تو اندر جول ايروبيك اللي هم الار بي سيز، لانه اصلا ما عندها ميتوكوندريا، وحتى لو حولت لها الاستيلكو ما حتستفيد شيء لانه ما في عندها ميتوكوندريا تكمل الكريب سايكل، فبتحولوا لللاكتيت، واللاكتيت بروح للليفر والليفر بيرجع لي اياه مره ثانيه بايروفيت، بيرجعوا لجلوكوز، بيطلعوا للار بي سيز على شكل جلوكوز، ترجع مره ثانيه تستهلكه، حولوا لللاكتيت، لاكتيت للليفر، بضل السايكل شغال. تمام؟ في عندنا الاكسرسايزنج ماسلز، طبعا الماسلز بتعرفوا انه اذا انت بتعمل حركه سريعه للعضلات الاكسجين ممكن ما يلحق عليها تبع الهيموجلوبين. فبتبلش جزء منها يتحول للانيروبيك ميتابوليزم اللي هو بيطلع كميات من اللاكتيك اسيد وبيعمل احياء للعظم. طيب نيجي للفوسفوريليشن اوف جلوكوز، اول خطوه بعد ما يدخل عندنا
الجلوكوز للخلية هو عملية الفوسفوريليشن. الهيكسوكاينيز هو مسؤول عن عمليات الفوسفوريليشن في كل الخلايا، كل الخلايا فيها هيكسوكاينيز. الجلوكوكاينيز أنا ما عندي جلوكوكاينيز غير بمكانين، واحد منهم الليفر والثاني اللي هو البيتا سيلز للبنكرياس. اللي بالبيتا سيلز للبنكرياس هذا شغال as سنسور حساس، يعني أنا أكلت كمية نشا شوي اللي فيها كربوهيدرات شوي بطلع إنسولين شوي عقدها، أنا ما بدي السكر ينزل منها، أوكي؟ فلازم تكون كمية الإنسولين matching the quantity of the carbohydrate consumed، أوكي؟ اللي أكلته أنا بدي أفرز له إنسولين، فهي حساس السنسور تبع الجسم. الجلوكوكاينيز الموجود عندنا داخل البيتا سيلز أوف بنكرياس. هاي الثانية الجلوكوكاينيز، احنا انا ليش بحاجه لاثنين؟ انا في عندي كميات صغيره وفي عندي كميات كبيره من الكربوهيدرات. اذا انا اكلت الكربوهيدرات كوجبه من ضمن الاكل تبعي كميته ما حتكون كبيره، فالجلوكوز ما حيرتفع لدرجه كثير عاليه، النتيجه رح تكون انه الهيكسوكاينيز رح يكفي ويوفي. اوكي؟ لنفرض انه برمضان الواحد ما ياكل الشاورما لانه بعطش كثير، تتفضل اكلت شاورما ومعها قديش بطاطا؟ ها؟ كثير الكربوهيدرات. اوكي؟ هاي كيف بدي اتفاهم مع هالليفر؟ انتوا قولوا لي هاي الكمية الهائلة كيف بدي اتفاهم مع هالليفر؟ لازم نتفاهم معها صح؟ فلازم نخزنها على شكل جلايكوجين. فأول خطوة بأي بروسس من البروسسز هو إنه يعملها فوسفوريليشن. الهيكسوكاينيز الكيرم تبعته قليلة، يعني افنيتي عالية، يعني كميات قليلة من الجلوكوز بيشتغل، اوكي؟ والفيلوسيتي له قليلة كمان، فيلوسيتي له الفي ماكساته قليلة. بينما الجلوكوكاينيز هذا تبع التدخل السريع لما تصير مصيبة، لما تاكل اشي كبير كثير كمية كبيرة، هلا شو رح يعمل الجلوكوكاينيز؟ الكيرم عنده عالية، يعني ما حيشتغل الا اذا في مشكلة كبيرة كمية كبيرة من الجلوكوز. والشغلة الثانية الفيلوسيتي له الفي ماكس تبعته عالية جدا، فمعناها رح يعملهم هذول الفوسفوريليشن خلال ثواني. الفي ماكس عنده عالية والكي ام كمان عنده عالية، بينما هاد شوفوا كيف انه كي ام عنده قليلة فهو سنسيتيفيك او الافينيتي له عالية جدا بالنسبة للجلوكوز كمان الفي ماكس، معناها هو بيشتغل لما يكون عندي الجلوكوز كميته قليلة، بينما لما يكون كثير الجلوكوكاينيز هو اللي رح يتكفى بكل هاي. بس ضل جملة أخيرة عشان نكون خلصنا السلايد وانتهى. بالنسبة للسبستريت سبيسيفيسيتي الاثنين زي بعض. شو يعني؟ يعني مش على جلوكوز جلاكتوز وفريكتوز كلهم اثنين نفس الشيء. يعني مش جلوكوكاينيز يعني بس على الجلوكوز، لا عليهم كلهم. ما في عندي سبستريت سبيسيفيسيتي لواحد أحسن من الثاني. اثنين جلوكوز. بس هيك ممكن خلصناها. next step.